هذا الوحش الصغير مسجل في كتاب جينيس للأرقام القياسية بصفته أجرع حيوان صغير في العالم. يستطيع الغرير آكل العسل قطع مسافات كبيرة تصل إلى 40 كيلومترا في اليوم الواحد مهرولا ببطء في سعيه إلى الطعام. الحشرات والقوارض والطيور كلها ولائم لهذا الحيوان. هذا الحيوان المشهور بأنه أجرع حيوان في إفريقيا، عنيد جدا ويصطاد باستمرار. هذا الحيوان المرعب متأقلم جدا مع الحياة. And she nails it. Her first snake kill. And a victory that has bumped up her chances of surviving on her own. In her first year of life, Badgie's قدرة على استخدام الأدوات. من عاداته وطقوسه المفضلة أن يدخل وحيدا لخلية نحل كاملة ويدمرها ويأكل العسل الموجود بداخلها. وفي أثناء ما يفعل ذلك يتلقى آلاف القرصات واللدغات من اللدغات القاتلة للنحل بدون أن يعير النحل أدنى اهتمام، وحبه لأكل العسل وتدمير الخلايا هو ما يضع كلمة العسل في اسمه، وكما أنه يترك بعض العسل كمكافأة للطيور التي تدله على مكان الخلية، ومنها طائر شهير بذلك يسمى مرشد العسل.